إذن ومشاهدين، ما هي استفادة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منذ انضمامها إلى عضوية هذا الاتحاد في العام 1973؟ يبدو أن هذا الأمر كان له تأثير كبير على الاقتصاد البريطاني. فيما يتعلق إذن بعملية إطلاق هذه المؤسسة أو هذا الاتحاد الأوروبي، كان قد جاء تحت تسمية المجتمع الاقتصادي الأوروبي ومن ثم تحويله إلى تسمية الاتحاد الأوروبي. بطبيعة الأحوال إذن فيما يتعلق باتفاقية ماستريخت تم التوقيع عليها واعتمادها في العام 1993. طبعا سبقت هذه المرحلة قبل 93، سبقت مرحلة الإعداد والتنسيق لمثل هذه الاتفاقية، وهي الاتفاقية التي أطلقت إذن أطلقت مؤسسة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالدستور بالنسبة للبنود الاقتصادية التي تحاول أن تجمع الدول التي تنضوي تحت الاتحاد الأوروبي بأن يلتزم ببنود معينة بخصوص التقشف بالعجز في الميزانية، إضافة إلى مستويات التضخم ومستويات النمو. بطبيعة الأحوال، كيف كانت استفادة بريطانيا خلال هذه الفترة الطويلة من الاتحاد الأوروبي؟ لو لم يكن هناك انضمام لبريطانيا ضمن الاتحاد، لكان هناك نقص في مستويات دخل الفرد بحدود 25%، أي أن استفادة إذن الفرد البريطاني كانت بحدود 25%. أيضا حرية التجارة وتنقل رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء، هذا بطبيعة الأحوال أفسح المجالات الكثيرة للاستثمارات لأن تدخل بسهولة بين هذه البلدان. لكن ماذا عن حجم التجارة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي؟ كانت قد سجلت نمو بحدود 75% كنمو في حجم التجارة، وأيضا هذا الأمر تأتى من نمو الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي، وخصوصا في العام يعني في الفترة التي كانت بين 1993 وصولا إلى أرقام 2011. إذا كانت مستويات النمو في هذه الصادرات 81%، 45% من إجمالي إذا الصادرات البريطانية إلى التي تذهب إلى الاتحاد الأوروبي تساهم في خلق أكثر من 3 ملايين وظيفة، ويتوقع أن يتم استحداث أكثر من 790 ألف وظيفة بحلول العام 2030. بطبيعة الأحوال بسبب الصادرات الكبيرة للاتحاد البريطاني بالنسبة للاتحاد الأوروبي. فيما يتعلق أيضا مع هذه الحرية، حرية التنقل بالنسبة للأفراد وأيضا الاستثمارات، سمحت بوصول 31 إذن مليون زيارة قام بها البريطانيون إلى أوروبا خلال العام 2014. بطبيعة الأحوال أيضا كان هناك حرية العمل والإقامة في أي من الدول الأعضاء، هذا ما يتمتع به كل بريطاني بدخوله في هذه الاتفاقية. إذا حرية الإقامة إضافة إلى العمل في أي من دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أنه يتمتع بنفس الخاصية فيما يتعلق بالحصول على التقاعد وأيضا على معاش في أي دولة هو متواجد فيها ضمن الاتحاد الأوروبي، وليس بالضرورة أن يحصل عليها فقط بوجوده داخل الحدود البريطانية، يمكنه أن يحصل على هذه المزايا أيضا في أي دولة يعيش بها أي بريطاني في دول تنتمي للاتحاد الأوروبي. إذن هذا على مستوى الاستفادة البريطانية من اتفاقية الاتحاد الأوروبي.